وفي الحقيقه هذا راه عيد، راه ماشي غير افتتاح ديال الجمعه، لان افتقدنا الجمعات هذه 28 جمعه ما صليناهاش، راه شي حاجه اللي كنا مفتقدينها صراحه الله، لانه راه اكثر من العيد، راه صراحه الله اكثر من العيد. كتشوف الفرحه تبارك الله والابتسامه مرسومه على المواطنين وعلى المسلمين، حتى تشوف تبارك الله الشباب الشيوخ كلشي متهافت على المساجد، ونتمنوا من الله عز وجل في هذا اليوم المبارك يرفع علينا هذا الوباء، والله ينصر الاسلام وينصر المسلمين. وشكرا بزاف على اللي ردونا هذه الجمعه، وكنشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا راه كيمثلنا عيد حنايا، والحمد لله انت كتشوف الناس كتشوف كلشي كيتخاطف على المساجد والحمد لله. ادعو الله ان يرفع علينا الوباء، اليوم جمعه اليوم عيد علينا وعلى جميع المسلمين، ندعو الله يرفع علينا الوباء يا ربي ترفع علينا، وشكرا بزاف. اجواء جيده جيدا، ندعو الله يرفع علينا الوباء علينا جميعا، والحمد لله وشكرا. كان المسافات كنحتاجوا، وكان المسافات مهم، النظام كاين كلشي كاين والحمد لله وشكرا. بطبيعه الحال كاين بعض الناس اللي مازال ما فاهمينش هذا التباعد وكذا، ولكن الاغلبيه كانوا عندهم التباعد، عندهم النظافه، عندهم الاغلبيه كيف تقريبا مزيانين. اجواء مزيانه الحمد لله، ونتمنوا الخير ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، الانسان كان جميع الامه تقريبا كانت متشوقه لصلاه الجمعه، وللاسف تعطلوا علينا بفتح المساجد في وجه المصلين والمسلمين كافه سورتو المغاربه، ونتمنوا هذه الاخطاء ما يتعاودوش. الناس كانت ملتزمه بالتباعد، ما كانش علاش المساجد تبقى مغلقه في حين كان بزاف ديال القطاعات اخرى ولا الملاهي ولا المقاهي ولا كانوا مفتوحين في وجه العموم، فكان بالاحرى الاولويه كانت كتعطى للمساجد في وجه العموم لا المقاهي ولا الملاهي او لا الحوايج الاخرى، ونتمنوا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، والله مغفر لنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.